بالأفكار الجميلة بين بلدة كرب وبلدة مرات من قبل شمس. هذه الفكرة الرائعة، خيمة دائرية للاستراحة، طبعا فيها شبك للأمان. جزاه الله خير صاحب هذه الفكرة في هذا المكان الطيب، استراحة جميلة رائعة. نسأل الله لهم التوفيق. الحمد لله رب العالمين. قبل شمس كنز عماني، إن أحسن استغلاله لا شك سيستفاد منه الناس الساكنين وغيرهم، الحكومة تستفيد أيضا أكثر. الحمد لله على نعمه.